ومنتابع نترافق نحن وياكم بعالم الصباح لليوم لغايه الساعه 1 بتوقيت بيروت. رح ننتقل بكل الوقت المتبقي لحتى تترافقوا مع ست بلقيس وتقدروا اكيد تكفوا التحضيرات ان كان بالمربى او حتى ببقيه الاطباق يلي اقترحتها عليكم لليوم مع رشه ملح. صباح الخير من جديد، ان شاء الله بتكونوا كلياتكم قاعدين مجمعين، ما في وراكم شيء غير يا عم تحضروا تي في بدكم تعملوا غدا، يا عم تفكروا بهديه عيد الام. ان شاء الله بينعاد على كل الامات، ان شاء الله بينعاد على ماما وعلى حماتي وعلى تيتا، لانه هو بحسهم رمز العيد. الامات الكبار ان شاء الله بضل البيوت عامره بهيدي الاعمار الكبيره يلي هي من خلالها تعلمنا كيف نكون امهات. اليوم بدي اعمل وصفه الاستروغانوف بالدجاج. نحن كلنا بنعرف، خبرتكم قبل هالفقرة، انه الاستروغانوف معروفة هي اللحمة الرفيعة الفيليه يلي بتتقلى مع شوية طحين وزبدة بترجع بتنطبخ مع الفطر والبصل والكريم فريش. اليوم بدي اعمل دجاج سوبريم هي ذاتها بس على طريقة الاستروغانوف. كيف؟ يعني رح حط لها ملعقة الخردل وشوي من الكبيس الكورنيشو هو يلي بيعطيها طعمة الاستروغانوف، طبعا الرز الابيض. طبيعي لانه نحن بالاستديو ما كنا رح نلحق نعمل رز، انا عملت الرز الابيض قبل بوقت، حطيت كبيتين من الرز الهندي يلي ما بغسله، حطيت له ورق غار، حطيت له شوي من حبوب الهيل مع رش صغيره من الملح، دوبت بشويه زبده مكعب على نكهه الدجاج، وحطيت لهم تقريبا 4 كبايات مي، وهول الرزات صاروا جاهزين، حطيتهم بهيدا الطبق كرمال وقتها اقلبه يكون عاطيني شكل مرتب، لانه بده ياخذ كثير وقت، مش كثير وقت يعني على القليله لتبرد حبه الرز على بعضها لاقدر اقلبه، خاصه اذا عازمين امكن على الغدا. بتعرفوا اصعب شيء تعزمه الام او الحما الغدا، لانه مستحيل ما تعطيكم تبس صغيرة عن الأكلات. ليه ما عملتيها هيك أو عملتيها هيك؟ رجعنا عملنا سوا بتاني فقرة مربى الفريز يلي طلبت منكم، هو الأفضل أنه نحنا ننقي حبات الفريز الحمر، وقصدت حطيت كم حبة فاتحة لفرجيكم شو الفرق. هون حبتين، هون الحمرة عطت لون كتير أحمر غامق، واللون التاني يلي شوي ضارب على بياض بضل ابيض مثل ما هو بالمربى. قلت لكم بدنا نشيل القشوه البيضة يلي بتطلع على الاطراف قد ما فينا، بدنا نشيلها ونتخلص منها لانه هي المسؤوله على انها تنتزع المربى وتحمض. هون نحن تخلصنا من القشوه وغلت كتير منيح المي مع كميه السكر اللي قلت عنها. كل كيلو من الفريز بدي احط 700 جرام من السكر او كيلو السكر، شيلوا منه كبايه ضبوها بالمرطبان وبتكونوا حصلتوا على كميه السكر اللازمه للمربى الفريز. بعد ما تذوب السكر بحدود النص ساعه للكيلو، لانه كل كيلو وقته بيختلف عن الثاني، يعني يمكن انتم تجيبوا كتاب طبخ او تاخذوا وصفه عن الانترنت مكتوب بضل عم يغلي بحدود الربع ساعه مثلا، بتطلع هيك بقول صارت ربع ساعة وبعده ما غلى. ليه؟ لأنه طبيعي بتختلف الكمية، بيختلف الوزن يلي أنتم بتكونوا عاملينه. هون للكيلو بده نص ساعة غليان، دابت السكر كتير منيح، بطل عم يطلع كتير من القشوة البيضة. شو بعمل بهيدا الوقت؟ بجيب تقريبا ظرف جيلاتين على الفريز، يعني الجيلو على الفريز، وبضيفهم فوق منهم. ليش عم نضيف جيلاتين على الفريز المربى الفريز؟ اول شيء كرمال هيدا المي يصير على شكل جيلاتين يجمد، ثاني شيء كرمال طبعا الجيلاتين في شوي من المواد الحافظه، نحن بحاجه ندفي لمواد حافظه، الجيلاتين بتحفظ لنا المربيات. مربياتنا صاروا جاهزين، رح اسكبهم بقلب المرطبان يلي اصلا لازم يكون مرطبان زجاجي ليتحمل الحرارة، ما بقدر حط المربى السخن بمرطبان بلاستيك، كرمال البلاستيك مع الشيء السخن ما بيزبط ابدا، بيعمل مواد ضارة ومسمة. هلا هن سخنين، المرطبان معقم،
انغلى كتير منيح، رجعت حطيته شوي بالفرن حامي، رجعت شلته طبيته على مناشفة معقمة وشلته دغري. منبلش نعبي المربى، هيدا اللي شايفينه كله بيرجع بيجمد لأنه بالنهاية هيدا سكر مع الفريز والجيلاتين بيجمد بيصير أطيب مربى الفريز. رح حط هذا الشكل، رح ناخد هيك ريحتهم رائعة، خرج التشيز كيك، خرج شارلوت فريز. نضغطهم، ما بنفتح المرطبان قبل تقريبا 10 ايام، بيكون برد، بيكون انحفظ منيح. بعد ما نفتحه دغري بنحطه بالبراد. اي مرطبان اللي كان بعد ما نفتحه، مرطبان مكدوس، مرطبان كبيس، مرطبان مربى، بعد ما نفتح المرطبان بدنا نستعمله، دايما بنستعمله بملقعه ناشفه، ناخد الكميه اللي بدنا اياها من ملقعه ناشفه، ما بيكون الملقعه رطبه او فيها مي لانه بيحمض، بيعطيني طبقه عفونه من فوق. بنرجع بنحطه بالبراد وبيقدر يخدم طول ما نحن محافظين على نظافه الملقعه ونظافه المرتبان اللي عم نستعمله. على طول نحن لما بدنا نعمل مربيات او مكدوس او كبيس، دائما دائما بنقول انه حاولوا يكون المرتبان بين ال 250 جرام 500 جرام او 750 ل 1000 جرام ماكسيموم، لانه الافضل يكونوا هيك مرطبين صغيره كرمال الاستعمال، انه ما نكون صار لنا والله شهرين فاتحين المرتبان وما عم يخلص، الا اذا كانت عائله كبيره وعارفين انه هن إذا حطون على مرتبان الكيلو بتقطع معهم، يعني بتخلص على السريع. ما بدنا ننسى أنه على الشاشة بلشوا ينعرضوا المقادير لوصفات اليوم. رح بلش أنا وياكم بوصفة الدجاج سوبريم. مثل ما قلت لكم إحنا كنا عاملين الرز الأبيض على جنب، لهي الوصفة أنا بحاجة لقطع البصل قطع رفيعة، بحاجة لقطع الفطر، عنا الدجاج اصلا سلقته بس بدي نطفه قدامكم لقلكم كيف، وعنا من مية الدجاج اللي انسلقت كمان بدنا نستعملها، عنا كوب كبير من الكريم فريش فينا نحط نص كوب حسب ما بدنا، سماكة الصوص تبع الدجاج ستروغانوف او دجاج سوبريم بنكهة الستروغانوف، البهارات يلي بدي عوزها لهي الوصفة هي رشة من الزنجبيل الناعم، رشة من البهار الابيض، ورشة ملح. اول شي بدي اعمله رح حط شوي من الزيت النباتي، هي فينا الوصفة اطيب انه نحط لها زبدة بس ما رح حط لكم زبدة. رح نقطع البصل تقريبا بهاي الوصفة، إذا بدنا نقول كيلو من الدجاج قولوا نص كيلو من البصل، نص كيلو من الفطر، 2 لتر من مرقة الدجاج، ملعقة صغيرة من البهار الأبيض، ما بدنا ننسى المكعب يلي بحب يضيف لتقوية النكهة يضيف مكعب من نكهة الدجاج، كمان ما بتفرق بالعكس بتقوي النكهة أكتر. هون نقلب البصل، كمل البصلات لننتقل للفطر. عم نقلي البصل بزيت نباتي، ملعقة صغيرة بس لنقدر نقلي البصلات، نرجع ننتقل للفطر. فينا نحطهم
مثل ما هن. انا بس رح حطه. اوكي نحن خلصنا اصلا من المربى وهذا للسلاد. يلا الفطر بس بدي اقطعهم بالنص هيك. اوكي اهم شيء بهاي الوصفه مثل ما بيقولوا بليز انه تسلقوا الدجاجات كثير منيح، يكونوا طرايا كثير للدجاج، لانه هاي الوصفه بس بدنا نقليها ونقلبها شوي مع المرقه والكريم فريش. هينه كثير ما بتاخذ ابدا وقت، وصفه سريعه وطيبه وبتشبع. تشوفوا حالكم فيها قدام امكم وحماتكم مش بس امكم. رح بلش حرك البصلات هات لنحط الملح والبهارات مع البصله هيك بتعطيها نكهه طيبه. بدنا نحط شوي من الزنجبيل المطحون، رح نحط الملح، فيكم تزيدوا شوي من الملح لانه عندنا كريم فريش مثل ما بيقولوا بيتحمل. حطوا شوي من بهار الثوم كمان بتعطي طعمه طيبه. الوصفه كانت على الشاشه، فيكم ترجعوا تحصلوا عليها على اليوتيوب. قطعنا الفطر، فاذا لوصفتنا عندنا دجاج مسلوق منزوع العظم والجلد عنه. هلا رح نضفهم. عنا مية اللي سلقنا فيها الدجاج اللي حطينا فيها ورق الغار والقرفة وشو ما عبالكم من مطيبات. عم قلب البصل مع البهارات اللي بحاجة لها وصفتي. رح ضيف مرقة الدجاج على الفطر. وهلا رح ننتقل لتنظيف الدجاج. اي متى بدنا نحط ملعقة الخردل والكبيس اخر شيء. خلينا هون نجهزهم، كبيس كريم فريش خردل. هنبلش نضف الدجاج يلي بحاجة إلى وصفتنا. الدجاج لازم يكون طري وشوي مدهن مش كتير ناشفة. فيكن تستعملوا السفينة بطريقة رفيعة سلايسز كأنه عم نعمل للشاورما مثل ستروغونوف اللحمة. بس هلا قطع الدجاج هيك بتذكرنا بالدجاج سوبريم. هاي الوصفة رح كمل تنظيف الدجاج. أهم شي بدنا ننظفهم كتير منيح. أول ما تبلش تغلي وصفتنا ريحة الفطر مع البصل مع البهارات رائعة. الدجاج كل ما كترنا من المطيبات بقلب الدجاج كل ما اعطتنا ريحة طيبة نحن عم ننظفها. بريك ونرجع لكم بآخر شيء.
الاستروجانوف ومربى الفراز. اليوم رح نختم حلقتنا بعالم الصباح بفقرتنا الأخيرة مع ورشة ملح. بدون ما ننسى السلاد أكيد، آخر شيء بس عجنة ختامها. نعم، وين صرنا؟ هلأ البصلة صارت ناضجة ماشي حالها، والفطر نفس الشيء. هلأ بدنا نضيف الدجاج اللي هو أصلا مستوي. أوكي، ونضيف الكريم فريش. قبل الكريم فريش رح نحط ملعقة صغيرة من الخردل. أوكي، هيك بتعطيها حرورة وطعمة طيبة. أوكي، رح نقطع قطع من صباعنا، رح نحط كبيس كورنيشون صغير. كورنيشون هو المسؤول عن طعمة الاستروجانوف على طول. نحطهم بزيادة، كمان ضروري كثير ما بدنا نكتر نكهة هي أصلا. رح نحط كوب كبير من كريم فريش لتعقد معك. منزين بالبقدونس قبل ما نسكب. هلا رح نتركها على النار لتغلي. لتغلي بس اول غلوه، مش مستحبه كثير يغلي الكريم فريش، بس لتقلب معها تسخن نسكب. كون انا بلشت بسلاد. تفضل عملي لنا هالسلاد، وعدتينا فيه من بكره بعد ما شفنا شيء. ما هيك؟ خلص هيدي. خلينا شو حاطين بالسلاد؟ عدس اخضر مسلوق مسقع. اكيد، لانه بدي احطها بسلاد. اوكي، هيدا العدس. بندورة وخيار بدنا نفرمهم فرم ناعم. خضرة وزيتون وحامض وزيت. بس الخضرة اي انواع خضرة؟ قولي لي. وين سكينتنا هي؟ نحن بحاجة أول شيء لهيدي سلاد لنسكب العدس. أوكي؟ نرجع منحط الفجل مثل ما هي غادة مع عرقة. أوكي؟ إيه؟ هيك. أها، مع عرقة غادة. أوكي، إذا بدك. لا لا، هي هيك بدها تنعمل. إيه، اكيد تكون مغسله منيح. اكيد، اذا حسينا العرق مش عاجبنا منشيله، بس اهم شيء كم وحده تكون. بدنا وراق من الفجل. وراق الفجل اصلا مفيده، بلس لانه وصفتنا بدها زيتون فطيبه معه مع وراق الفجل. اكيد. وراق من الرشاد. هلا موسم رشاد صار، لانه انا من فتره سالت ما كان بعد لا شيء. موسم رشاد. وراق من بصل الاخضر الورق بس غاده، لانه الدريسنج لهي الوصفه او قولي معي للسلاد لسلاد العدس الاخضر. اليوم مش اخذ حقه العدس، هيك اخذت حق المربى. ليه بلا هلا عم نعطي كل الوقت للسلاد اخر شيء؟ بلا أنا مبسوطة بوصفتنا للدجاج أكثر. هلا هيدي أوكي، بس بلشت فعنا العدس كده. الأخضر بنسلقه بطريقة ما كثير يخبص معنا، لأنه بالنهاية نحن بدنا عم نعمل سلاد. بنحط وراق من البصل الأخضر، وراق من النعنع، وراق من الرشاد، وراق من الفجل، ورق الفجل. عندنا شوي من البقدونس بس هيك لتعطي طعمة لل العدس الاخضر، لانه البقدونس كثير بطيب. والله العدس مش زعلان، عن جد مش زعلانين العدس. وهيدي شو كمان ميلاد قبل ما يبلش فقرته صار يقول لي انا بعمل لها هيك وانا بعمل لها هيك وانا عم بعمل لها هيك. شوفوا وين انا هيها ف ليك وين انا. قلت له هلا انا عم بعمل سلاد العدس، رح اذكرك يا ميلاد. بينوا واعطيناهم حقهم. اهم شيء فرمه البندوره بالعدس تكون ناعمه كانه عم نفرمها للتبوله. اخشن من التبوله شوي، احسن ما امي تحضر هلا وتقول لي هيك بيعملوا للتبوله. ما هيك؟ لا اخشن التبوله شوي، بس انعم من السلاد. فتوش. اخشن من الفتوش. اخشن من الفتوش. هيك بهذا الشكل كانه عم نعمل. لا فتوش مقطعهم كبار. ايه ما عم اقول لك انعم من الفتوش. انعم من الفتوش. كمان
البصل، لانه ليه عم نفرم هيك بهذا الحجم؟ ليوصلوا كلهم بحجم حبه العدس، ما يكونوا اكبر. اوكي اوكي، حطينا. شو بدنا هون؟ غلينا كثير كثير كثير، غليناه غلو. يا حن ايه، لبعد شوي بس ليغلوا بعض. قلبه قلبه، قطعنا البندوره والبصل والخيار بطريقه متوسطه الحجم على ناعمه، قطعنا بس الفجل بطريقه كبيره لتبين حبات الفجل، حطينا بقدونس ورشاد وورق من الفجل على العدس الاخضر وحركناهم. رح نضيف هلا اهم شيء حركناهم، اهم شيء اللي حرك والملح. وشو برايك؟ لا بدها ملح. أوه. شو برايك يا غاده؟ زيت. الشيء اللي بيطعم كمون عم تحطي؟ اكيد عشان عنا. حطي حطي كمون. عدس يلا. عظيم. اوكي بنحط طيب. الكمون بنجيب جات السلاد. ما بتحطي زيت؟ بلا زيت زيتون. يلا زيت زيتون. والزيتون بس انا بدي احطهم على الوجه غادة، عرفتي ليه؟ اوكي. بدنا الجاط اللي بدنا نحط فيه، حط هذا الجاط. تفضلي. اوكي غدود، قد ايه بدها تكون طيبة؟ روعة رائعة عن جد. سلاد العدس ريحة الحامض مع الكمون عاطي طعمة رائعة. اوكي رح نحط الزيتون لانه بيلبق مع الرشاد وال ورق الفجل. سلاده كثير طيبه، كثير مفيده خاصه للاشخاص اللي هلا بعدهم صايمين. العدس كثير مفيد للجسم وبدهم بعد وصفات جديده. صح. لانه بلشنا يملوا من وصفاتهم. ايه اكيد نوقف نعرف ما نعمل. الحمد لله كل حلقه بعالم الصباح عم دغري عم نذكرهم وعم نضل عم نعطيهم. هون اعطينا وقتهم للرزات، ما بقى حيوقعوا. لا عظيمين. مربى الفريز كانت متصدره بالعلاله وصفتنا لليوم. يه. رح نسكب ستروجانوف للدجاج، رح زين بشوي من البقدونس على الوجه. اوكي بدكم اياها اسمك فيكم تسمكوا بال طبعا كريمه. نحن كان هدفنا مرقه الدجاج تكون اكثر من الكريمه، وطبعا الوصفه طيبه وهي بتحكي عن حالها. عظيم. زيني لنا اذا بتعملي معروف. نلتقى فيك امتين؟ السبت الجاي ان شاء الله. من قدرة. اوكي. طيب بس انا كان سؤالي عن المربى. سمعتك عم بتقولي بالاخر حطينا معلقة جيلاتين. طب قبل شو كانوا يحطوا؟ من زمان كانوا يعقدوها كثير غادة، كانوا يعقدوا 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 لحتى تجمد. لحتى تجمد، وكانت كمان مي بعدين كانت من زمان ايه بعرف ضاين فترات صغيرة وهيك، بعدين كانت غير المواد الأولية عندهم. يضلهم يقولوا جيلنا أحسن من جيلكم، ما بعرف كانت الأرض كانت التراب كان كل كذا شيء. كل شيء ايه فكانت تزبط. تزبط لكن هلا بعدها سخن. عن جد بعدها سخنة. فقبل أكيد ما كانوا يحطوا الجيلاتين. خلينا نرجع نختم بدقيقة نذكر اليوم شو عملنا هون على السريع. عنا الرز الابيض، فكرت انت اللي رح تقولي. لا انا بدي اقول شو بدي اقول. انا عنا الرز الابيض يلي عملناه بزوم الدجاج ودائما نكهت النكهات اللي بتحبيها من الهيل ومن من القرفه واللومه. لا حطينا كمان فينا عم نقول كل شيء ممكن يكون نحطه، كبش قرنفل، جوزة الطيب. طبخناها قبل بوقت عشان نطبها وتعطينا هذا الشكل الحلو. حطينا البصل مع الفطر، طبخناهم بمية الدجاج، حطينا البهارات عليهم، رجعنا فصفصنا مثل ما بيقولوا، نظفنا او الدجاج من الجلد ومن العظم ومن البهارات اللي كانت موجوده فيه، ضفناه على هيدا السوب يلي نحن عشان هيك اسمها دجاج سوبريم، بس نحن ليه غيرناها وعملناها دجاج بالستروجانوف؟ لانه حطينا لها ملعقتين من الخردل وضفنا لها الكبيس، فهيك عطت نكهه تغييرها. نكهه الستروجانوف على الدجاج سوبريم.
حتى عملنا سلام. العدس الاخضر يلي سلقناه كمان قبل بوقت كرمال يبرد شوي، ضفناه له كل شيء في خضره ممكن تشوفوه عند بياع الخضره، من ورق الفجل، من الفجل ان الفجل وورقه، البصل الاخضر ورقه، حطينا الرشاد، حطينا البقدونس، حطينا من البندوره، فيكم تستعملوا البندوره الكرزيه هيك ما بتعطي زوم كثير، وقطع صغيرة من الخيار زينا بزيتون، وطبعا حامض وزيت زيتون وملح وكمون، كمون لأنه كمون بالآخر. مربى الفريز نحن دايما منقول بالمربيات لكل كيلو من إكس بده كيلو من السكر، إلا بالمربى الفريز الكيلو ناقص كباية سكر، يعني لنقول 700 جرام سكر مع بعضهم فينا ننقعهم قبل بيوم وفينا كمان مع بعضهم، كل ما غلو كل ما شدوا أكثر، مع عصرة حامض وبينسكب هو سخن بمراتبين مع قامة. هو وصفتنا كانوا لليوم، ان شاء الله بتنال اعجابكم، اذا حبيتون وعبالكم تعملوا لهم شير لاصحابكم عم تخبرون عن الوصفه، اعملوا لهم شير وخليها توصل الحلقات لاكبر عدد ممكن من المشاهدين. اكيد ميرسي لك، اتمنى لك بقيت ويك اند كثير هابي ماذرز داي غدا. ثانك يو، وانت كمان ان شاء الله بنحضر. بما انك ذكرتي فخلينا قبل ما نودع المشاهدين نذكرهم بعدد من الامور بما يتعلق بيوم عيد الام يلي رح بيكون عندنا حلقه خاصه فيه بعالم الصباح الاسبوع المقبل. طبعا في عندنا مسابقتين فيكم تشتركوا فيهم، الاولى يلي هي لانجلوت يلي فيكم تفوتوا على صفحه الفيسبوك الخاصه بانجلوت وتعملوا لايك للصورة يلي عجبتكم، وكل ما هالصورة جمعت أكبر عدد من اللايك رح يطلع لها طبعا جوائز رح يتم الإعلان عنها بنهار 20 نهار التنين. مسابقتنا بعالم الصباح العلاقة بفيديوز صغار فيهم يبعتون الأولاد عبر رقمنا الخاص بالواتساب لعالم الصباح، عم بيعايدوا فيهم أمهم، عم بيقولوا أشياء حلوة عنا أكيد إلا إذا كانت مقصتهم الآيباد آخر تكة، بس على كل حال ليش هن بيعتبروا إنه أمهم بالنسبة لهم هالقد ميزة. وكمان ب 21 رح يربحوا معنا كثير جوائز حلوة بخلال نهارنا بعالم الصباح. شو اللي يربحوا؟ بدي أتمنى لكم ولادي مش مشاركين ولادي شارك. على كل حال بدي أتمنى لكم بقية ويك إند وبقية نهار كثير حلو، وما تنسوا نشوفكم بكرة الساعة 10 بتوقيت بيروت. Load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip and zip it, lock it, fill it, curl it, find it, view it, code it, jump and lock it, surf it, scroll it, pose it, click it, cross it, crack it, switch, update it, name it, read it, tune it, print it, scan it, send it, fax, rename it, touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, start, format it, buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, mail, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip and zip it, lock it, fill it, curl it, find it, view it, code it, jump and lock it, surf it, scroll it, pose it, click it, cross it, crack it, switch, update it, name it, read it, tune it, print it, scan it, send it, fax, rename it, touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stop, format it. Technologic. Technologic.